السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المهرجان مهرجان سمو سيدي ولي العهد لسباقات الهجن لعام 2023، في هذه اللحظات مشاهدين الكرام أتقدم بالشكر الجزيل إلى قائدنا، إلى ملكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وشكرا لولي عهدي الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله ويرعاه. شكرا لوزارة الرياضة الممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، شكرا لرئيس الاتحاد السعودي للهجن سمو الأمير فهد بن جلوي، شكرا اتحادنا القالي رئاسة وأعضاء ولجان. هكذا وعلى بركة الله وتوفيقه تعلن بداية وانطلاقة أول الأشواط، أول أشواطنا في هذا الختامية مع تحديات الحقائق واندفاعات الحقائق الحاضرة المتواجدة والباحثة الطامحة عن النماس وعن المجد التليد. أول أشواطنا للبكار 2 كيلومترات هي الحكاية والرواية الحاضرة والمتواجدة. بداية مقدمة الشوط مع شعر محمد بن بخيت بن برقان المري مع سيوف من تقود الصفوف مع مقدمة الشوط. الأشقاء الحاضرين أبناء دولة قطر أبناء الشحانية مع صدارة الشوط. المركز الثاني حضور من مسفر بن محمد آل فطيح اليامي شديدة تأتي على المركز الثاني. بمركز الوصافة وثالثا علي بن مطارد الصمصام اليامي مع الهايب على المركز الثالث والرابع. وصل سلمان بن عبيد بن سلمان التميم الدوسري التماس في شوط والله حساس هذا الشوط. وصل الحربية وتين عبد الله بن حمد بن حذلين المخلف الحربية من القادم. وصل جابر بن سالم الجرباح المري. وصلت هقوي القادمة متسللة هقوي من مركز إلى مركز، والقدوم مع صويح بن الخلان الشمري مع جذايب، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط بن برقان سيوف وهقوي والقادمة التماس جذايب هقوي طارت طار بن جبران طار بنوماسي أول الأشواط مع هقوي. ما خابت الهقوة في هقوة بطلة لأول الأشواط تفتتح أول أشواطنا في هذا الختامي الكبير. هقوة مع أول الأشواط بشعار جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري. هنا شعار بن جبران حضر بكل قوة وأدى دوم فنان. تهانينا والنماس لمالك هقوة ومن قدم لنا هقوة بطلة لأول الأشواط هذا الصباح جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري. تانينا والنوماس بن جبران على هذا الحضور على هذا التواجد في هذا المهرجان يفتتح أول أشواطنا في هذا الصباح مع تحديات الحقائق. المركز الثاني ثاني الأسماء شعر سلمان بن عبيد بن سلمان آل تميم الدوسري مع التماس. وثالث الأسماء ثالث الأسماء محمد بن بخيت بن برقان المقارح مع سيوف. ورابعا رابع الأسماء مشاهدينا الكرام صويحي بن خلان بن عايش الشمري مع جذايب. خامسا عبد الله بن حمد بن حذلين المخلفي مع وتين. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء نتيجة شوطنا الأول الرئيسي للبكار الحقايق، وكانت هقوة عنوان لهذا الشوط. وتوقيت هقوة مشاهدينا الكرام 2:55 15 جزءا من الثواني، توقيت ممتاز ما شاء الله على هذا الحضور وأداء هقوة ممتاز. تهانينا والنماس لجابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري من قدم لنا هقوة بهذا الحضور الكبير. تهانينا والنماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التماس ثانيا بشعار سلمان
بن عبيد بن سلمان آل تميم الدوسري حضر على المركز الثاني مع التماس 2:57:46 من الثواني. تهاني نو النماس لمالكي التماس. وثالثا سيوف وتوقيتها 2:57:64 من الثواني. تهاني نو النماس لمحمد بن بخيت بن برقان المقارح. المركز الرابع صويحي بن الخلاب العايش الشمري مع جذايب. وخامسا وتين عبد الله بن حمد بن حثلين المخلف. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، هكذا كانت اول العناوين هقوه في هذا الصباح من اتت لنا بهذا الحضور المتميز. وتهدي السلام الى الاشقاء في دوله قطر، الى ابناء التحدي في ميدان الشحانيه. تهانينا والنماس لجابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري شعار بن جبران من تواجد في أول الأشواط. نتواصل بحضراتكم في أشواطنا الصباحية المتواصلة في هذا الصباح، في هذا الختام الكبير، فيها مع الأعداد الهائلة والإقبال والأعداد المتواجدة في أشواطنا القادمة والحضور. كما نرحب بجميع الضيوف القادمين المتواجدين من أنحاء ميادين الخليج، فالدار ترحب بمن تواجد بمن حضر أول أشواط القعدان وتحديات أشواط القعدان بصوت الزميل أحمد بن عزيز البلوي واصفا ومعلقا على شوطنا الرئيسي.